يستمر الجدل حول مصير الانتخابات النيابية، مخاوف لدى بعضهم من تأجيلها وتهليل مبطن لدى البعض الآخر. انتهاء تاريخ تعليق المهل من أجل التوصل إلى قانون جديد اقترب، والطبخة القانونية لم تستوي بعد، وبين الرأي والرأي الآخر أحكام دستورية لا تقبل النقاش. تسألين عن الدستور؟ المؤسف القول والتأكيد بأن الحكومة الحاضرة بصورة خاصة والأكثرية الساحقة من سياسيين في المجلس النيابي دأبوا على تعطيل أحكام الدستور وأحكام القوانين كليا في حال عدم الاتفاق على قانون انتخاب موجود القانون الحالي القائم، وهو ملزم لجميع السلطات والأفراد من رئاسة الجمهورية حتى آخر فرد في لبنان، وعلى رئيس الجمهورية والحكومة، أكانت حكومة تصريف أعمال أم الحكومة الجديدة في حال شكلت حكومة جديدة، كلهم ملزم بصلاحية مقيدة لا تساهل فيها بأن يتم عملية الانتخاب وفقا للقانون القائم والمعمول به حاليا، وهو قانون ما يسمى بقانون الستين، ولا مناع إطلاقا أن يحيدوا عن ذلك وألا يكونوا قد خالفوا الدستور وأخلوا بواجباتهم الوظيفية، وأكاد أقول وقعوا بخيانة عظمى. ويرى الرفاعي أن الطبقة السياسية لم تتوقف عن القيام بأخطاء ويجب عدم مكافأتها بالتمديد لها، معتبرا أن من لم يتفق خلال 4 سنوات على قانون انتخاب لن يتفق خلال بضعة أشهر. أي تمديد وأي تبرير للتمديد؟ إن لم يتفقوا على قانون انتخاب يستحقون التمديد؟ التمديد يكون باطلا بطلانا مطلقا. في حال تم الاتفاق على قانون انتخاب جديد يتوافق مع أحكام الدستور يمكن التساهل بالتمديد من الوجهة الواقعية وليس الدستورية، ولفترة زمنية يحددها وزير الداخلية بحسب ما يؤكد الرفاعي.